انا مكان حركي يا ابو هشام. كنت نازح بالمزارع هون جنب الوطني، صرنا 4 سنوات نازحين، ولا جاي يتفقد امور البيت. طبعا البيت 3/4 ورايح، ظبطنا هي قرني بالبيت وبدنا نرجع ان شاء الله. مدينة اللطامنة مدينة منكوبة بكل ما بتحمل الكلمة من معنى. 90% من بيوت مدينة اللطامنة مدمر تدمير كامل، 10% من باقي المنازل قابل للترميم. بعد الاتفاق الروسي التركي اللي حصل بين أردوغان وبين بوتين، شعروا الأهالي أنه مدينة اللطامنة بدأت وقف عنها القصف، وقف عنها الدمار، وقف عنها الصواريخ، وقف عنها آلة الحرب كلها. صاروا الناس يرجعوا لبيوتهم، يرمموا بيوتهم، يصلحوا قدر الإمكان البيت اللي بيتصلح. الناس أخيو اللي عنده غرفة صار يصلحها ويسكن فيها مشان يتخلص من النزوح ومن سكن الخيام ومن سكن بمدن الآمنة في منطقة الشمالية. مدينة اللطامنة تحتاج إلى كل مقومات الحياة. أول أهم شيء اللي هي مقومات الحياة. هلق نحن بحاجة لبناء وإعادة ترميم المدارس لتشجيع الأهالي إلى العودة إلى مدينتهم مشان يعلموا، من أجل أن يعلموا أبنائهم. الحاجة الثانية الأهم هي كمان المياه. نحن بحاجة لمياه، البنى التحتية بشكل عام عندنا باللطامنة، الكهرباء هلق كمان ما في كهرباء، ما في أي مقومات الحياة. تسلط علينا على المدينة، مدينتنا باعتبارها منطقة جبهة، الدمار نالت من الدمار أكثر مدينة في سوريا. شهدت مدينة اللطامنة خلال الفترة الماضية عودة قسم كبير من النازحين إلى بيوتهم في ظل الهدوء الذي شهدته هذه المدينة بعد غياب طويل. قام المجلس المحلي الممثل بالمكتب التربوي بترميم مدرسة في مدينة اللطامنة لتساعد النازحين على العودة وتسجيل أبنائهم في هذه المدرسة، وقام المكتب الخدمي كذلك بيعمل المكتب الخدمي على توفير المياه لأبناء هذه المدينة وتشغيل منهل لهؤلاء الناس العائدين. عاد قسم كبير من العائلات، نسبيا قسم كبير يعتبر بظل هذا الخراب الموجود في مدينة اللطامنة الذي مخربة ومدمرة 80%، عاد بين 400 إلى 600 عائلة إلى مدينة اللطامنة.